السلام عليكم. غادي توصلوا ان شاء الله بعد اللينك. راه هو سميتو انرول ان سينتاكتيك كاتيجوريز، هو الوحده ديالنا هي الموديول اللي كاينه على كانفاس. غتوصلوا بهذا اللينك. هذا هو لادريس اللي كتكون هنا. غادي غير تكليكو عليه، او هذا الكود الاخر ديالو هو الكود، ما غاديش تحتاجوه. هذا غير تنبين لكم شنو ما اونكا ما تعرف. هذا هو الكود ديالو KH846 and Y. سو غتكليك عليه وغادي ياخذك، غادي ملي غتمشي وغادي يطلع هو هنا. هو طالع هنا دابا، شتيه؟ هو هنا. اذا غادي غير تكليك عليه وغادي يجيبك لهاد لاباج هادي. دابا الانترنت شويه، غادي يجيبك هاد لاباج. هي انرول ان سينتاكتيك كاتيجوريز. سينتاكتيك كاتيجوريز قلنا هو الموديول ديالنا. كاين هنا غادي يطلب منك يو ار انرولين، يعني راه تتسجل انت دابا. غادي تجي لهنا دير اي ام اون يو يوزر، يعني مستعمل جديد. غادي هنا يطلب منك الايميل وهنا الاسم ديالك الكامل. انا فاتح هنا الايميل، ها هو. غادي نمشي نرجع لهاد لاباج، لحقاش كاينين دو باج هنا دابا في كروم، هادشي راك عارفينو. غادي نمشي لهنا هاد البلاصه هادي وغادي نكليك عليها هكذا. ملي كتولي يد راه كنكليك عليها. لادريس ديالي ايميل هي هادي، دولمي محمد. انا سميتني محمد الدولمي، هي محمد دولمي. تنصحكم باش توليو ديروا الاسم العائلي ديالكم في لادريس ايميل، باش حتى الا صيفطتي شي وثيقه للاداره ديالك ولا الجامعه ولا من بعد الجامعات الاخرين ولا الكليات ولا سميتو، يعرفوا راه ما عندك، ماشي شي اسم ما معروفش. اذا غادي نهزو هكذا، غادي نهز كاع هاد الايميل هذا. ها هو غنسيليكسيوني، غندير ليه كوبي وغادي نرجع. غادي نمشي لهاد، ها هي، وندير ليه كولي بيست. ها انا رجعت هنا اي ام نيو يوزر. هنا غادي ندير الاسم ديالي كاملا. انا دولمي محمد. فوالا دولمي محمد. وغندير هنا راهي شي اي اجري، يعني هذا الكونترا بيناتنا. ها هو انرولين كورس. ها كورس هو هذا، هو سينتاكتيك كاتيجوريز، هو داك دو كورس. يلا وغادي نكليكي دابا هنا. فوالا، ها هو غادي يمشي، غادي ياخذني دابا فوالا شتي. هالو دولمي، هو تيرحب بيا. يو هاف سكسيسفولي، ولكن راه مازال ما تسجلتش مزيان. علاش؟ دابا غنحيد هادي، غنقول له دان واخا. من بعد غادي نرجع لابوات. لابوات هنا راه غادي يصيفطوا ليا واحد الايميل باش كنأكد، باش تتأكدوا بانه راه الايميل ديالي هذاك. باش كنعاود ثاني تيقول لك اكد لنا التاكيد ديال الايميل ديالك. غادي نتسنى واحد شي شويه وغادي يجيني الايميل لهنا ونعاود ندخل منه. شتي الا مشيت لهنا للداشبورد، هو هذا مركز القياده يعني ديالي. هذا الكونت ديالي هو مازال ما فيه لا تصويره لا والو. هنا تنمشي، هذا هو لابواط ديال الدروس. غادي نكليكي فيها فوالا كوم سا. هما الدروس، ها هي سنتنس ستراكشر، كويز 1، كويز 2، وغادي تنهود حتى لاخر الدرس. فريزز، ها هما الادفيرب فريزز، هما كلهم. دابا تنكليكي غير تندير اكون كليكي ويمشي يديني. حنا غادي نرجعوا لهذيك. دابا اش اللي بغيت نقول لك هو غادي نرجع الاكونت. ها هو
غادي ندير الاكونت يعني الحساب ديالي، غادي نرجع للسيتينغ يعني السيتينغ. شتي هنا مازال ما فيه حتى حاجه. اشنو كيقول لي انا؟ بيفور يو كان ايديت يور بروفايل يو نيد تو فيريفاي يور ايميل ادريس. خصني نمشي لهذاك الايميل ادريس نرجع ليه، وغادي باش ناكد ان كليك ذا لينك. فوالا كليك ذا لينك، الايميل راه مازال ما جاش، اذا غادي نتسنى، غادي يقدر يتعطل، ولكن غادي نقدر نبقى انا خدام في الموقع. نرجع اوكي، انا رجعت للداشبورد. غادي نرجع اوكي، غادي نمشي ل هنا. هذا كاع هما الكويزز، لي موديول، الجريدز، النقاط، كل شيء كاين هنا. اذا غادي دابا الناس اللي مازال ما لحقاش، كاينه دابا شي 101 وباقين خاصين يعني واحد 50 ما مسجلاش، اللي ما مسجلينش هادوك غادي يرجعوا يديروا كاع هاد يديروا هاد الكويزز، راهم ساهلين، يشوفوا هادوك لي فيديو ويديروا كويزز باش نبنيو عليهم في النقطة اللي غادي يطلبوا لينا. اذا غادي نرجع لهنا، غادي نمشيو لهاد الكويز الاخراني ريتما يجينا الايميل، مازال ما جاش. فوالا غادي نكليكي عليه. غادي نتسنى شي شويه مع الانترنت، هي ملي كتكون كتبان الانترنت واش ثقيله. وثانيا نسد البيت ما تدوش ليا. فوالا هنا كاين الفيديو، هنا كاين الفيديو. فوالا غادي نكليك عليه ونتفرج ونسمع الدرس. هذا راه مصيب بتقنيات، وفيه تيست، فيه كويزز انتراكتيف في الاخر. هذوك الكويزز هما اللي درت انا. اذا انت غادي تجي ان شاء الله، غادي يو تيك ذا كويز، انا اوريك الكويز. فوالا غادي يبداو، ها هما كاينين الاسئله هنا. استسمح إذن كاينين ها هما الأسئلة كاع كلهم كاينين هنا. Identify the type of the phrase، كاين الفيديو هنا الفوق إلا بغيتي تبقى تخليه خدام وكترجع له مرة مرة. The growing tree هذه راه ملونة، is very attractive، يعني راه على هاد الفريز على متى نهضرو. ملي غتشوف الفيديو غادي تفهم هاد الشيء. The growing tree is a noun phrase، the growing and so on. إذن باش نربحو الوقت غادي نبقى غادي نكليكي على الجواب الصحيح. مثلا انا غادي ندير دابا هذاك الشيء غير اعتباطيا هكذا، وغادي فوالا عندك بحال دابا في كل تيست عندك ثلاثة ديال الخطرات ممكن دير. المرة الأولى غادي تخطف شي وحدين، عندك عاوتاني نقدر نخليه ندير له كاع خمسة المرات باش تعاود وتعاود وتعاود. اللي مهم هو الفهم. فوالا ملي تنكمل ها هو سجل ليا سيفد، امتى تسجل، امتى يعني امتى دخلت هاد الموقع، تيسجل لك امتى دخلتي وشحال جلستي. اوكي سبميت ذا كويز، انا تو سبميت يعني صافي كملت ودفعتو الاستاذ. ها هو قيد لي هنا راني درت 15/15. اوكي انا داير اللود اتمبت يعني المحاولات، درت لها انليميتد، ولكن غادي ندير خمسة، غادي ندير خمسة. اذا شحال جلست دورمي محمد فهاد التيست؟ جلس فيه 2 مينوت.
كارنت سكور شحال جاب؟ جاب 7 على 15. كيبت سكور 7 على 15. ملي غادي تعاود عاوتاني ها هو غادي يبين لك هنا الاخطاء ديالك. شتي غير ملي كتهود دابا هنا الفوق خصك تهود شويه لتحت. انت كوريكت انسرز ار هيدن، يعني الاستاذ مخبي دوك الاجوبه الصحيحه ولكن تيبين لك الاجوبه اللي خطا. هاي دابا هذا راه خطا. انت قلتي راه الظلمي محمد قال دو جروين شوي از ا فير فريز، اذا هذا راه خطا. اذا غادي تعاود، ملي غادي تعاود غتعقل على هذه مثلا بان ماشي هي، غترجع للدرس، ترجع للدرس عاوتاني وتشوف كيفاش دايره هذه، اش من نوع ديال الفريز. هذا هو علاش هذا الشيء مزيان، باش كيخليك عاوتاني كل مره ترجع، ماشي غير تبقى تحاول غير يعني تو جس. لا خصك كل مره ترجع للدرس باش تفهم، باش هذا الشيء. هذه دابا القرايات علاش هذا اونلاين مزيان، فيه واحد الحاجه كتقرا على خاطرك ماشي بحال الدرس في القسم. اذا هادو كاع غلط، هذا راه جاوب مزيان شتي. اذا تنشوف علاش جاوبته مزيان، خضر نرجع للدرس ونشوف علاش. اذا الاستاذ هو راه دائما معايا، انت هادو كاع جاوبتيهم مزيان، كاع الظلمي جاوبهم مزيان. انكوريكت هذا انكوريكت، اذا هذا فيه غير جوج ديال تشويسز. اذا هادو غادي شتهم تعطل هذاك الميساج ما جاش، ولكن حنا غادي نشوف مازال غادي نرجعوا للموقع ديالنا وغادي نخدموا فيه. فوالا هذا راه مزيان، هذا مزيان، هذا مزيان. اذا كذا، اذا 7 على 15 غادي نقدر نعاود هذاك التيست. غادي ندير لكم 5 ديال المرات 5 تايمز. هاو تيك ذا كويز، وكان غير نكليك عليه تيحيد هادشي، ولكن تيبقى عاقل على النقطه. تيقول لك راه المحاوله الاولى جبتي فيها هذه، المحاوله الثانيه جبتي فيها هذه، وتياخذ الجريد ديال المحاوله الاخرى، محاوله فاش وقفتي. تيك ذا كويز اوغين ويل كيپ ذا هايست اوف اول يور سكورز. اذا ملي تنسالي هذا تندوز للموديول الاخر. هلا تنكليكي على هذه، نقدر ما نديرش دابا هذا، نقدر نخليه عاوتاني نمشي نقرا هذا على خاطري، ما نديرش تيك ذا كويز اوكان. اوكي تنرجع لهنا، تنمشي للموديول، تنرجع للموديول الاخرين. وهنا هذه ديال الديسكشن، وات دو يو ثينك هذا الديسكشن. فوالا اذا راه تندير فيه العنوان مثلا هذا، هاي الفيديو اند كويز، هذه اللينك هذا فيه الفيديو اند كويز، وهذه الديسكشن تدخل وتتحط السؤال ديالك والى غير ذلك. اذا هذا هو دابا كيف ما قلنا، راه الى مشيت لهنا لهاد الاكونت هنا غير درت لوغ اوت، الى مشيت لهاد الاكونت ودرت سيتينغ راه ما غاديش يعطيني حتى شي حاجه، غايقول لي مازال خصك ترجع. اذا ماشي مشكل، نقدر ولكن دابا راه غادي خصك ملي غادي تبغي ترجع ليه ما غاديش يقبلك، لان مازال ما فيه، ما درتي فيه لا مودو باس لا والو. اذا ضروري خصك تمشي لهذا لابوات ديالك ويجيك هذاك الايميل وتكليكي عليه عاد تتاكسبت. ربما دير شي ايميل ديال شي واحد اخر، لا. اذا تترجع لهذا الايميل ديالك وعاد تيطلب منك. دابا غادي نتسنى واحد شي شويه وغادي على ما يجي الايميل باش نكملوا الدرس ديالنا. يلا السلام عليكم، نشوف. دابا انا شحال وانا كنتسنى مازال ما جاش، ولكن هنا شنو قال لك عاوتاني؟ قال لك if you don't see it، قال لك الا ما شفتيش الميساج ديالك ديالهم اللي صيفطوا لك، الا ما شفتيش في لابواط ديالك عاود كليكي هنا ريسين، طلب منهم باش يصيفطوا and make sure to check your spam ديال هذيك واحد السله
ديال الغير مرغوب فيها. اذا غادي نديروا لهم عاوتاني سند، راه مسج ديليفري مي تيك فيو مينيتس. راه قال لك اودي راه غادي تعطل واحد شي شويه المسافه ديال الطريق. باش نشوف هذاك السبام، يعني واحد السله تيمشيو ليها دوك لي زيميل اللي مشكوك فيهم، كنجي لهنا البلاس كنكليك عليه وكيعطيني هاد لاباخ، كنهود معاها ميساج انفوي امبورطون بلانيفي سبام سبام از ان انجليزي. اذا ما كاين والو، اذا غادي نزيد نتسنى الميساج حتى يجيني. اذا كما قلنا هادو الكورسز، ها هما تيسميهم الكورسز، كيسميهم لي موديول. بحال في الديسكاشن مثلا، هنا غادي ندخل ليها تمشي الديسكاشن نون فريزز ديسكاشن. اوكي، دابا انا راه مازال ما مسجلينش. نون فريزز، ها السؤال: What is the most difficult and easiest part of the lesson؟ الى بغيت نجاوب تن ها هما الاصدقاء ديالكم، انا جاوبت عليهم يد مسولين. غادي تجي لهنا هكذا وغادي يعني يو كليك، غادي يظهر لك هاد سميتو، غتجاوب، غتكتب وغادي دير بوست ريبلاي اند ذن، وغادي يبقى هنا. ممكن تجاوب حتى على الاصدقاء ديالك. اذا غادي ندير كانسل حتى الاصدقاء ديالك، حتى هي هذا انت غتجاوب على 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 هذه المداخله ديال الابراهيمي. اي حاجات ممكن تجاوب عليها. دونك غادي نمشيو نرجعوا للايميل، ها هو جا، ولكن جاني في النوتيفيكيشن ماشي في لا بواط دو ريسبسيون. اذا غادي ندخل ليه هكذا، ها هو. غادي نمشي لهنا كليك تو فينيش the registration process. ها هي كانفاس. اذا غادي نكليكي هنا، ها هو خداني. دابا كاينه لا باج هنا اللي كندخل ليها. دابا هو فتح باج اخرى، هذا راه الايميل، ها هو جابني الباج اخرى، خلى هذيك وجابني الباج اخرى. ها هو طالب مني، شتيها دابا راه بحال جوج ديال الملفات دابا اللي تنعمرو. ها اللوغين، ها هو ديالي، يعني داكشي باش نبدي الايميل ديالي، والباسورد يلاه غادي نصيبو دابا. يلا دابا غادي ندير باسورد باش نبقى ندخل به للكانفاس. غادي نديرو مثلا دولمي اند ذن غادي ندير اوكي فوالا. وهنا غادي ندير نبدل هذا، نمشي ندير كازابلانكا، كاينه كازابلانكا هنا جو كوا. غادي نزيد، ها هي كاينه هنا كازابلانكا. نمس كازابلانكا هي. اوكي، I want to receive information. ها هي صافي، register. عقلت على هاد، خصني نعقل على هاد، نقيدو ونحفظو، الا تلف ليك عاوتاني ما سميت. اذا غادي نعاودو انا دابا، غادي ندير دول مي فوالا صافي. انا سجلتو ولا انا غادي ندخل دابا. هو دابا راه خلاه ديك لاباج اللي كنا دخلنا فيها ودرنا تيست وداكشي، هذيك صافي ني با. ها هي دابا انا غادي نحيدها، ها هي حيدتها. دابا تندخل رسميا. دابا غادي نمشي شتي، غادي نمشي للاكونت وغادي نمشي للسيتينغ. ها انت شتي دابا، ها حنا دابا ها هو الايميل باش مقيد. دابا
ممكن هنا نمشي لإيديت سيتين ونبدل داك المودو باس ديالي لا غير ذلك. دابا اي مره فين بغيت ندخل غادي ندخل بهذاك الايميل، هذا الايميل هذا حتى لهنا، وغادي ندخل بالمودو باس ديالي. اذا هادشي اللي كاين حتى لدابا، الا كاين شي سؤال ممكن من بعد غير اي الوقيتات يعني خصكم لي نيميرو دو باس وداكشي تعقلوا عليهم. بالنسبه انا تنخدم انا بموتزيلا، غندوز الكونت ديالي ديال الاستاذ. انا دابا تندخل لهنا عندي سينتاكتيك، تندخل لهنا تمشي للبيبل مثلا، هذا هاي الا بغيت نزيد لي موديول تمشي للبيبل تيعطيني كاع الطلبه اللي كاينين ها هما، امتى دخل وشحال جلس. الا بغيت نحيد شي واحد، هادو مازال كاين اللي مازال ما دخلش كاع سميتو، كاين شي 100 وش حاجه. ولا بغيت نشوف الاعمال ديال شي واحد مثلا، مثلا بلاتي نشوف واحد، غادي نمشيو لهذاك لهاد الاسم هذا اللي عاد سجلناه دابا. كاين فلام الحبيب حتى هو فلام حبيب، ندخل الحبيب ها هو، عطاني انا كليكيت عليه ها هو عطاني شنو دار، ها هو عطاه اف جريد ميسين فلام الحبيب. عندك في الديترمينر شحال دار، 18 على 5 و على 35، 29 على 30. هذا راه ماشي طالب معكم، هذا راه انا اللي دايرو باش تنشوف تنتبع هاد اللوجيسيال والموقع كيفاش كيخدم. فوالا هذا هاي فريزز كويز، يعني فريزز الاخراني، يلا 3 على 15 تنشوف كيفاش كينوطي. اذن بارتيسيبيشن المشاركه، بيج فيوز شنو هما لي باج اللي داز منهم الى غير ذلك. اذن يلا عطاه جريد اف. اذن كاين وسائل اخرى من بعد ممكن نشوفوها. اذن هو هذا، ديروا هذه العمليه هذه ان شاء الله. ويعني ضروري تدخلوا تعاودوا ترجعوا للايميل ديالكم، عاد غادي تفتحوا باج اخرى، عاد غادي يعطيكم تسجلوا لو مودو باس ديالكم، لو مودو باس. اذن هذا هو. اذا هنا غادي نوقفوا، ربما يمكن ما كاينش شي حاجه اخرى اللي غادي نقول. يلا الله يعاونكم، شكرا.